رحلة طويلة غنقوم بها لمنطقة أدرار، وهدفنا علمي بالدرجة الأولى أننا نتعرفوا على الواقع اللي كتعيش واحد الشجرة منسية اختارت أنها تعيش في هذه المنطقة هذه فقط من العالم، وتكيفات مع ظروف عيشها القاسية. تضاريس جبلية صعيبة، وبالرغم من ذلك عانات هي الأخرى من تسلط الإنسان. ما على منسين هذا التشكيل أرتوى الأخير أنا والسيمة وكيفاش أن معظم الأنشطة ديالهم كانت كترافق معها دون أي تأثير. موعدنا إذن في عدد خاص عن أشجال.